سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني شرق مدينة الحزم بمحافظة اليوف. وقال مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوما شنته مجاميع تابعة للميليشيات الحوثية باتجاه جبال الدحيضة التي استعادتها قواتنا خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عددا من أفرادها بين قتيل وجريح. وأضاف المصدر أن العديد من جثث الميليشيات ما تزال مرمية في خطوط التماس، فيما استعاد الأبطال عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وفي الجبهة ذاتها استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها. أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة في مديرية باق بمحافظة صعدة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانية. وذكر قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 63 مشاه جبلي العقيد قحطان الشرعبي أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باق بصعدة، مشيرا إلى أن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باق. لقي ثلاثة من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في كمين نصبته قوات الجيش الوطني لتعزيزاتهم شمال مدينة تعز. وأوضح ركن المدفعية للواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق أن أبطال الجيش الوطني نصبوا كمينا محكما لتعزيزات للميليشيات التي كانت في طريقها إلى وادي جديد واستهدفتها بالمدفعية، مما أدى إلى مصرع ثلاثة وإصابة خمسة آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. أصيب طفلين بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي في قرية محوت سبيع بمديرية الخوخة جنوب الحديدة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة أن الطفلين وليد علي يوسف ذو 12 عاما ومحمد علي رباسي ذو 15 عاما انفجر بهما مقذوفا من مخلفات الحوثيين في قرية محوت سبيع. وأضافت المصادر أن وليد أصيب في بطنه بشظايا، فيما تعرض محمد لإصابة في صدره، وقد تلقيا الإسعافات الأولية في المستشفى الميداني بالخوخة. وجاءت هذه الجريمة الحوثية بعد يوم واحد من استشهاد ستة مواطنين بينهم امرأة وطفلة وإصابة ستة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيين في خط التحيتة والخوخة.